أهلا بيكم يا برج الأسد في القراءة العامة والقراءة العاطفية لشهر يونيو. هنعمل مع بعض الأول قراءة عاطفية هتشمل أحوال العاطفة، المنفصلين، العزاب، وبعد كده هنشوف قراءة العمل والصحة والوضع الأسري. فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله. كمان في نهاية القراءة هناخد لكم نصايح من الملائكة. القراءة دي تنفع لبرج الأسد شمسي قمري صاعد وكمان فينوس الزهرة، فاللي منكم الفينوس القمري أو الصاعد أسد برضو القراءة دي تنفع لي. فخلينا نبدأ مع بعض القراءة ونشوف. انتوا طالعين اهو تاني كارت طاقة نارية كتير هنا، بدئين انتوا بالطاقة النارية، فخير ان شاء الله. يعني في صولجنات كتير هنا، شكلكم متعصبين يعني، فخلينا نشوف ايه الاخبار. اوكي طاقتك ذا لافرز، طب انت طاقتك حلو، هما المتعصب ليه يعني؟ هو اللي شايفك متعصب، الشريك اللي شايفك متعصب، بس انت مش متعصب ولا حاجه، انت في طاقه متوازنه وبتخرج بتعمل مديتيشن، بتتواصل مع الطبيعه، عندك توازن ما بين الطاقة الذكورية والأنثوية. طاقتك ما شاء الله يعني تمام، ويمكن كمان انت بتتخاطر مع الشخص ده، عامل الشفاء بتاعك وكل حاجة تمام، هو اللي لسه ما عملش الشفاء بتاعه يعني، او يمكن بيتشافى هو كمان، هنعرف دلوقتي. لكن انا بشوف ان طاقتك كويسة يعني، يمكن كمان في ناس منكم بتتجوز او داخلين في علاقة جديدة. ده انتوا ذا لافرز وراها تو اوف كابس، لا انتوا اكيد بقى في حد جديد في حياتكم او لسه بادئين علاقة جديدة يعني، واموركم تمام غالبا. في انتوا قفلتوا على حد من الماضي وعملتوا التوازن بتاعكم، وممكن يا اما دخلتوا في علاقة جديدة او رجعتوا لحد من الماضي. عفوا، بس انا ما اعتقدش ان انتوا رجعتوا لحد من الماضي يعني، انتوا اغلبكم دخلتوا في علاقة جديدة وقفلتوا على الماضي تماما يعني، ده لمعظمكم. المهم الشخص اللي انت داخل القراءة علشانه، سواء كان بقى جديد او قديم، هو شايفك ان انت متلخبط وحواليك اشخاص كتير بيحاولوا ان هم يقربوا منك، وانك مش عارف تحدد مين فيهم الشخص الأنسب بالنسبة لك يعني، وهو نفسه إن أنت تديله فرصة، وعارف كمان إن أنت عايز الفرصة دي، لكن بتقول لنفسك خلاص مش هينفع، أنا مش هبص ورايا، أنا همشي لقدام. والحتة دي مزعلاه قوي، إن أنت دلوقتي بقيت شخص جذاب قوي، شخص حواليك ناس كتير بتحاول إن هي تقرب منك، وانك خلاص بتحاول انك تركز مع الجديد، تنتقي من الناس دول شخص مناسب ليك، وانك مش عايز تبص وراك. دي حاجة مضايقة قوي، شايفك ان انت خلاص عملت التوازن بتاعك وعملت الشفاء بتاعك، كان نفسه انك تختاره هو وتكونوا مع بعض في علاقة متوازنة، شايف ان انت ما عملتش ده، وانك قررت تبص لقدام، وانك سعيد ومبسوط كده. فشوية برضو هو شخص متكبر وما بيبين لكش خالص الشعور ده كله، لكن هو من جواه متضايق جدا ان انت مش مهتم بيه يعني، انت شايف ان هو قطع معاك وان هو ما اهتمش بيك، وعلشان كده قررت ان انت تمشي لقدام. كمان انت قررت ان انت تكون في علاقة مستقرة وخلاص، حتى لو هيكون جواز تقليدي مش مهم، المهم ان انت بقيت شخص عملي قوي وما بتهتمش بالمشاعر، مع انك طالع في طاقة اللافرز يعني. فاقدر اقول انه يعني لو ما كنتش حتى قابلت شخص جديد، فان شاء الله ربنا هيعوضك بالشخص المناسب اللي يكون مناسب ليك من الناحية العملية والعاطفية ايضا يعني، فان شاء الله هتقابل توأم روحك لو ما كنتش قابلته بالفعل. الشخص اللي انت داخل القراءة علشانه، هو شايف ان انت ضعت من ايده، وانه هو خسرك، وان هو مش هيعرف يرجعك خلاص. اولا لان كرامته ما تسمحلوش ان هو يتذلل لك،
ثانيا لأن هو شايفك سعيد مع غيره، فشايف إن أي شيء هيعمله هيبقى بعد فوات الأوان خلاص، وإنه هيبقى ملوش معنى يعني. مع إن أنا بشوف إنه ممكن يعرض عليك بشكل غير مباشر أو يبعت لك حد يجس نبضك، بس أنا بشوف إن كل ده مش هيكون ليه فايدة ومش هيقدم ولا هيأخر يعني. فعشان كده المنفصلين بشوف إن العودة متأجلة شوية، وإنه هي ما فيهاش فرصة، وده هيكون بمزاجك أنت لأنك خلاص قررت إن أنت تبص للأمام ومش عايز أي حاجة من اللي راح يعني. كمان العزاب بشوف إن في فرص جاية لكم، لكن شوية أنتم مش مستعدين تدخلوا في علاقة جديدة يعني. حتى لو كان برضو انتوا مش عايزين ترجعوا لحد من الماضي، بس برضو مش مستعدين تدخلوا في علاقة جديدة، مع ان انتوا حواليكوا فرص كويسة وناس كتير بتحبوكم وعايزة تقرب منكم. فحاولوا ان انتوا تعملوا الشفاء بسرعة، تعملوا التوازن بسرعة. بس العزاب شوية او اللي لسه خارجين من علاقة جديد شوية ممكن ياخد معاهم الموضوع وقت يعني. ممكن تكونوا بتتعاملوا مع برج جوزاء، ميزان، عذراء، حوت، عقرب، جوزاء تاني، دلو، أسد زيكم، جوزاء كمان مرة، جوزاء كتير هنا والطاقات كلها موجودة. خليني بقى أخد لكم نصيحة من ملائكة الحب. بيقول لك free yourself، حرر نفسك بقى من العلاقة دي علشان تقدر ان انت يعني تستمتع مع السولميت بتاعك. فحرر نفسك من الصراعات والافكار السلبية وطاقة المشاحنات، فك نفسك من كل ده وانطلق يعني. وانا بشوف ان ده اللي انت بتحاول تعمله بالفعل. بالنسبة للوضع العملي والمادي، بشوف ان انتوا في عندكم نجاح كبير قوي في العمل بتاعكم، في ترقية، في كمان فلوس كتيرة هتجيلكم. انتوا طالعين في طاقة ملكة النقود يعني، فان شاء الله هيجيلكم فلوس كتيرة وهيكون في عندكم نجاح كبير في ترقية، في رفعة شأن عندكم يعني، اموركم العملية ولا اروع. ان شاء الله يكون عندكم وفرة مادية واقتصادية ونجاح كبير جدا. على الصعيد الصحي محتاجين شوية ان انتوا، يمكن في ناس منكم بتشرب كحوليات او بتشرب مواد غازية او مشروبات يعني مش صحية كتير، فحاولوا ان انتوا تعتنوا بالموضوع ده لان انتوا ممكن يكون عندكم مشاكل في المعدة، فمحتاجين ان انتوا تتغذوا تغذية سليمة. برضو من ناحية الصحة النفسية محتاجين ان انتوا تخرجوا مع الاصدقاء، تقضوا وقت لطيف، تستمتعوا بوقتكم، لان ده هيفرق معاكم كتير من الناحية النفسية يعني. اموركم الاسرية كويسة، ممكن تكونوا مقصرين شوية في الزيارات العائلية بسبب ضغوط العمل عندكم، لكن محتاجين ان انتوا تهتموا باسرتكم اكتر و تقعدوا معاهم وقت كفاية يعني، لأنهم محتاجين منكم ده. خليني طيب أخد لكم نصيحة من الأنجل أنصر، أشوف هينصحوكم بإيه. طلع لكم كارتين، أول كارت بيقول لك مش ده الوقت المناسب، وتاني كارت بيقول لك في حل وسط أو حل سلمي، وطلع لك كمان تراست. فانت محتاج شوية ان انت يعني تعيد حساباتك، تعمل تأمل، تحدد انت عاوز ايه. انا بشوفك ان انت يعني فكريا ونفسيا قربت كتير جدا من التوازن ومن الشفاء ان ما كنتش وصلت لهم بالفعل. فانت دلوقتي قادر ان انت تاخد قراراتك بنفسك، قادر تحدد انت عاوز ايه وتروح تجيبه يعني. فحاول انك تفكر وتعمل ده وما تستعجلش على أي شيء يعني، إن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام. ده كان بالنسبة لكم يا برج الأسد. فاللي منكم حابب إنه يكمل القراءة دي بقراءة خاصة، تقدروا إن انتوا تبعتوا على الواتساب، هتلاقوا وسائل التواصل موجودة في صندوق الوصف. بشكركم كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق.
مع السلامة.